بسوريا في عنا مجلس للشعب، صحيح الشعب نصه برا بس ترى في مين يمثله جوا، يمكن ما حدا سمع، بس صار في انتخابات عملها بشار وانتخب فيها الأعضاء يلي لازم يمثلوا الشعب بمجلسه للشعب، وهون بأول جلسة بيجيبوا الأعضاء بحلفون يمين معظم، وحتى ما حدا يكذب المسلم بيجيبوا له مصحف والمسيحي بيحطوا له إنجيل، بس على شو بيخلوا يحلف؟ على قسم ما فيه ولا كلمة صدق. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العلي العظيم. لا ما في شيء، بس هذا حب يجود بالكذبة. أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد ونظامها الجمهوري. من ناحية الحفاظ على النظام الجمهوري فبشار عمله وراثي، أورث عن أبوه الحكم وناوي ورثه لحافظ الثاني، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله. أما من هاي الناحية فسيادة الوطن بألف خير، ضل بس أوسيتيا الجنوبية ما عملت قواعد فيه، والاستقلال شو بحكي لك عن الاستقلال؟ من زحمة الاحتلالات يلي بالبلد صاروا يتقاتلوا بين بعضهم. وحريته والدفاع عن سلامة أرضه. حريته؟ إيه أنو حرية؟ عبقلك مختار المهاجرين إذا بده يروح على الجامعة العربية بده موافقة إيرانية روسية، أما عن سلامة أراضيه فما ضل أسلم من هيك، نصة صارت على الأرض ببراميل النظام وفوق بعض جماعته يسرقوا الحديد من الردم. وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. أما هي قصة العدالة الاجتماعية فإذا نزلت على الشام بتشوفها بأم عينك، البلد فيها طبقة قليلة من دفع عايشة بالدولار وبقية الشعب ما معه يأكل، والأمم المتحدة صنفت 90% من الشعب تحت مستوى خط الفقر وبحاجة لمساعدة ووحدة الأمة العربية. أما هاي فبدك تسمح لي فيها، يعني من الأجدر تسعى لوحدة سوريا بالأول بعدين بتفكر بوحدة الأمة العربية. سوريا اليوم فيها 4 حكومات و4 مناطق نفوذ، وجاي تسعى لوحدة الأمة العربية؟